لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن نبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت في حصيلة رسمية، مقتل وإصابة 205 متظاهرين في محافظة البصرة. في صحيفة المدى، حشد البصرة يهدد بالنزول إلى الشارع لملاحقة مندسين حرقوا مقرة. في كتابات حلفاء العبادي وخصومه يدعونه للاستقالة، تغييرات أمنية وإعادة حظر التجوال بالبصرة. في موقع الجزيرة نت، انهيار مشاورات جنيف، وفد الحكومة اليمنية ينتقد جريفيث. في العربي الجديد، البرلمان العراقي يخفق في وضع حلول لأزمة البصرة ومطالبات باستقالة العبادي. في صحيفة القدس العربي، العراق، الحشد الشعبي يهدد بالنزول إلى الشارع لحفظ الأمن في البصرة. وفي صحيفة الحياة، الصدر ينضم إلى حملة ضغوط لإقالة العبادي. السلام عليكم. ما أن نجري مسحا كاملا للأحداث الجارية في مدينة البصرة العزيزة حتى ترسم في مخيلتنا صورة تعطي انطباعا بشعا، رسمت بألوان باهتة لا تحمل كل معاني الحياة. تصور حكومة متمثلة بأشخاصها وهم جالسون في غرفة زجاجية محكمة لا يصلها الصوت، ينظرون بعين اللامبالاة على أناس يموتون جوعا وعطشا، وكأنهم من كوكب آخر، يؤدون أدوارا صامتة على مذبح الحرية. فطلبوا ماء للشرب لكي يستمروا بالحياة، لا تعني الجالسين في تلك الغرفة، فالماء يمكن أن يستبدل بأي مشروبات أخرى سدا للنقص لتفادي الموت عطشا. كان هذا مستهل مقال نشرته صحيفة المدى للكاتب أثير ناظم الجاسور. ما صورة الواقع؟ فتثبت لنا إصرار طبقة الحزبية على أن تسلك طرقاً بعيدة عن تطلعات الشعب وعن آماله وأحلامه التي قتلت بفساد هذه الطبقة التي لا تريد أن تعترف بفشلها، وفشلت في إيجاد حلول جذرية لكل المشاكل التي تسببت بها. بالمحصلة، لم يحصد الشعب سوى الخذلان والانكسارات، والواقع أيضاً يقول لنا إن الجالسين في تلك الغرفة يسمعون ويرون صرخة العوز والجوع والعطش والحرمان غير آبهين بها، لأنها لا تشكل لهم أي رقم في معادلة كتلتهم الأكبر التي أخذت كل اهتماماتهم، حتى باتوا يتصارعون على هذه الغنيمة أو تلك باسم الشعب وحياته. فالعراق وشعبه اختزلوا ببرميل نفط وسيارات فارهة ومخصصات مناصب وأرقام مالية خيالية تصرف على ملذاتهم، لأنهم باختصار يرون أنفسهم أحق بها، لأنهم قادة ومناضلون، أما الشعب فهم عبيد لهم ولسياساتهم التي كانت سبباً بالخراب الذي نعيشه. على مدار هذه السنوات، ونفط البصرة هو المحرك الأساس لكل العمليات الاقتصادية والسياسية والحياتية العراقية، وشباب البصرة وقود المعارك التي تقودها السلطة. فالقضية الأولى من المنطقي أن تكون هذه المدينة هي الأولى بالبناء والإعمار، هذا إذا ما افترضنا على أنها يجب أن تكون العاصمة الاقتصادية للعراق. لكن الإهمال الحكومي في دعم المشاريع ومعالجة القضايا الأساسية هو سبب ما وصلت إليه الأحداث اليوم. من المفارقات أن يكون الماء هو الشرارة التي أشعلت كل هذه النيران في البصرة، التي بدأت بحرق الإطارات وامتدت لمقرات الأحزاب الإسلامية ثم القنصلية الإيرانية، ولا أحد يدري تحديداً إلى أين سيمتد. فما يحدث ليس إلا بداية لمشروع نار كبرى ستحرق الأخضر واليابس إذا لم تحسن الحكومة إدارة أزمة البصرة، مع أن الأمور للأسف بدأت تفلت من السيطرة من دون أن يدرك المعنيون أن للأزمات الطويلة تداعياتها،
وأن الإجراءات إذا لم تكن بمستوى الأحداث وسرعتها فإن الخراب قادم لا محالة، بحسب الكاتب جليل وادي في الزمان العراقية. لم تكن الأحداث في البصرة في بدايتها سوى أزمة كان بالمقدور تحويطها، لكن المعنيين تراخوا وانشغلوا بالدروب التي توصلهم للسلطة، فتحولت الأزمة إلى انتفاضة وربما تمتد إلى مدن أخرى عندما تكون الظروف مواتية. وبهذا فتحوا الأبواب على مصراعيها لتوظيف الجنوب كله وليس البصرة وحدها في المشروع الأمريكي الذي يستهدف إيران. ولمثل هذا التوظيف أثمان باهظة يدفعها شباب العراق، فماذا نفعل لتجنيب مدننا وشبابنا من أن يكونوا وقوداً لحروب ليست بأقل بشاعة من التي تعرضنا لها خلال العقود الماضية؟ فسيناريوهات الأزمة الأمريكية الإيرانية شبيهة بأطرها العامة بتلك التي حصلت في العراق ويوغوسلافيا، مع اختلاف ببعض التفاصيل. والخشية كل الخشية أن تعمل تلك السيناريوهات على إشعال حرب أهلية في الجنوب بوصفها المقدمات الأولى للحرب ضد إيران، بمعنى آخر خلخلة المنطقة ليكون بالمقدور النفاذ منها. نأمل ألا تحصل هذه التوقعات وأن تعيش شعوب المنطقة بسلام وأمان. لكن السؤال الأهم، هل الجهات المعنية بالبصرة حكومة وأحزابا ومجلس محافظة قادرة على إخماد هذه النيران؟ من جانبي أشك في ذلك، فهذه الأطراف لم تدرك بعد موقف الأزمة وأسبابها الحقيقية الذي يعد شرطا لازما لإدارتها، ولذلك لن يكون بمقدورها تخفيف حدتها أو إخمادها، وقد يكون ذلك ممكنا باستخدام العنف، ولكنه سينتهي إلى كارثة. استمرار انتفاضة أهالي مدينة البصرة الفيحاء على الرغم من المحاولات والمساعي المشبوهة الجارية من جانب القوى الميليشياوية العميلة لنظام الجمهورية الإيرانية، تأكيد على أن الشعب العراقي لا يمكن أبدا أن يرضخ للظلم ويبقى خاضعا لنظام قمعي مكروه ومرفوض من جانب شعبه والعالم، بحسب الكاتب مثنى تشادرتشي في موقع كتابات. الممارسات القمعية المشبوهة من جانب قوى ميليشياوية عملية للنظام الإيراني من أجل قمع انتفاضة أهل البصرة من أجل حقوقهم المشروعة هي نفس الممارسات الإجرامية التي قام ويقوم بها النظام الإيراني ضد احتجاجات الشعب الإيراني من أجل إخمادها والقضاء عليها. لكن الذي أرعب النظام الإيراني ودوخ أجهزته القمعية هو بروز دور معاقل الانتفاضة التي يديرها أعضاء من منظمة مجاهدي خلق، والتي تشارك وتساهم بتأجيج وتحفيز الروح المعنوية للشعب الإيراني في مواجهته ضد النظام الذي سلبه كل شيء من أجل تحقيق أهداف تتعارض مع مصالح الشعب الإيراني جملة وتفصيلا. وكما أن هذا النظام فشل في تحقيق أهدافه ضد الشعب الإيراني، فإنه سيفشل حتما بمساعيه الخبيثة ضد أهالي البصرة خصوصا والشعب العراقي عموما. النظام الإيراني من خلال تدخلاته ودور الأحزاب والقوى العميلة التابعة له لعب دورا كبيرا في إيصال الأوضاع في العراق إلى هذه الدرجة والمستوى من الوخامة، لا سيما أنه يسعى من أجل تحقيق أهدافه وغاياته، ولكن على حساب الشعب العراقي. أخفق البرلمان العراقي في وضع حلول لأزمة محافظة البصرة خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس السبت، بينما أكد مسؤولون أن الجلسة تحولت إلى مناكفات سياسية وسط مطالبات باستقالة رئيس الحكومة حيدر العبادي، بحسب تقرير للعربي الجديد. وكان الاحتقان السياسي بين الكتل يسيطر بشكل واضح على مجريات الجلسة. وقال مسؤول من داخل البرلمان للعرب الجديد إن الجلسة كانت عبارة عن تراشق للتهم وتنصل من المسؤولية إزاء أحداث البصرة، مؤكداً أن الصراع السياسي انعكس على الجلسة بشكل واضح وأن الجميع يحاولون إلقاء المسؤولية على خصومهم. وأكد المسؤول أن أجواء الجلسة لم تكن مهنية ولم تقدم أي شيء لأهالي البصرة ولم تكن فيها مخرجات منطقية.
طبعا يأتي ذلك في ظل أوضاع متوترة تشهدها البصرة، حيث فرضت القوات الأمنية حظر التجوال في المحافظة اعتبارا من عصر الأمس وحتى إشعار آخر، في وقت استنفرت الجهات الأمنية قواتها وانتشرت بشكل مكثف في أغلب الشوارع خوفا من تجدد التظاهرات. البصريون أدخلوا العراق وإيران في مواجهة حاسمة لن تنتهي إلا بواحد من اثنين، إما أن ترحل إيران عن العراق عاجلا وبأقل الخسائر وتترك للشعب العراقي اختيار نظام حكمه وحكامه وهذا أقرب إلى المستحيل، أو أن تغرق في حرب جديدة مع العراقيين بحسب الكاتب إبراهيم الزبيدي في العرب اللندنية. شوارع البصرة تختنق بالنفايات والحيوانات النافقة والمياه الآسنة، وملوحة شط العرب بلغت حدوداً لا يمكن احتمالها، ومصادر مياه الشرب ملوثة، والآلاف من أبنائها عاطلون عن العمل، ودائرة الفقر تتسع، والأوبئة تتفشى بسرعة، والأمن يضطرب رغم أن 85% من نفط العراق تنتجه البصرة، وتقوم الأحزاب الحاكمة الفاسدة بتهريب بعضه وسرقة عوائده. جزء كبير من أسباب هذه المعاناة يعود إلى ما تلقيه السلطات الإيرانية في شط العرب من نفايات ومخلفات حيوانية ونباتية، إضافة إلى قيام الجارة إيران بتحويل مجرى نهر كارون الذي يمد شط العرب بكميات وافرة من المياه. ورغم أن جماهير البصرة طالبت حكومة الأحزاب الموالية لإيران بالعمل الجاد لتلافي بعض جوانب هذه الكارثة، إلا أنها كانت تعمد دائماً إلى التعتيم على الأمر. البصرة ليست مدينة عادية منزوية لا يخشى غضبها أحد ولا يحسب حسابها أحد، فهي ثغر العراق الأوحد والأهم ومستودع نفطه وتجارته وقمحه ونخيله وسياحته، ومنجم ثرواته الفكرية والفلسفية والأدبية، ومنبع غنائه وموسيقاه، مدينة الجاحظ والفراهيدي والفارابي وابن سيرين وأبي الأسود الدؤلي وبدر شاكر السياب. تدعو الولايات المتحدة الفلسطينيين إلى التفاوض مع إسرائيل تأخذ عليهم تصلبهم في رفض صفقة القرن، صفقة لم تنشر بنودها ولا يعرفها أو يناقشها أحد من أصحاب القضية، لكن تطبيقها على الأرض قائم منذ تولي ترامب الرئاسة وتعيين صهره جاريد كوشنر رئيسا لمجلس إدارة العمليات بحسب الكاتب مصطفى زين في الحياة اللندنية. بدأ ترامب محور التاريخ الفلسطيني باعترافه بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. كانت هذه الخطوة تجربة امتحان العرب، كان الامتحان سهلاً. تظاهرات متفرقة هنا وهناك، احتجاجات خجولة في بعض العواصم، هتافات لا تقدم ولا تؤخر، صمت مطبق على المستوى الرسمي، بيان من منظمة التحرير، مواقف دولية مستنكرة، لا شيء أكثر من ذلك، فليس من دولة عربية واحدة تجرأت على سحب سفيرها من واشنطن احتجاجاً، ولا من دولة سدعت سفيرها للتشاور. نجحت التجربة الأولى، والمدينة التي تعني كل العرب بطوائفهم وأعراقهم تهودت بقرار من البيت الأبيض، فإلى التجربة الثانية. أخذت إدارة ترامب على عاتقها مهمة محو تاريخ الشعب الفلسطيني وتحويله إلى مجرد قبيلة من القبائل البائدة إلى قبيلة متخلفة ليس أمامها سوى الرضوخ للغزاة المنتصرين، أما الكفاح السلمي والمسلح فليس سوى إرهاب بشهادة العالم كله بمن فيهم العرب.
كشفت مصر أسرار مقبرة يقدر عمرها بنحو 4200 عام بافتتاحها لأول مرة للجمهور منذ اكتشافها عام 1940. وحضر مراسم الافتتاح وزير الآثار خالد العناني ووزيرة الهجرة السفيرة نادية مكرم ومصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى سفراء دول أجنبية لدى مصر من بينها المكسيك والبرازيل وفرنسا وهولندا. ووفق بيان للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فإن المقبرة تعد من أجمل وأكمل مقابر الدولة القديمة في منطقة سقارة جنوب غربي القاهرة، تضم مناظر لصيد الطيور والأسماك والزراعة والطهي والموسيقى والرقص. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.